هدايا السيسي للمصريين قبل رمضان وأخبار سارة بخصوص الدولار وهدوء في سوق الذهب. أهلا بكم في حصاد الأربعاء الإخباري. بانكير نبض البنوك. البداية من رئاسة الجمهورية، حيث عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية. ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وده اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000-1200 جنيه، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام لوكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيه وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي بيبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة ليصل 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل ل 6000 جنيه. كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه للإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح ما بين 325 جنيه ل 475 جنيه، و 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح ما بين 250 جنيه ل 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل ل 100% في بدل السهر والمبيت. كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. وشملت الحزمة الاجتماعية اللي وجه بيها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025. وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليار جنيه. ونروح لسوق الذهب اللي شهد حالة من الهدوء في الساعات الأخيرة، وشهدت أسعار الذهب الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربع مع تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية. وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آيساغ لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات النهاردة مقارنة بختام تعاملات أمس، علشان يسجل عيار 21-3650 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 2 دولار لتسجل 2033 دولار. وأضاف إمبابي إن جرام الذهب عيار 24 سجل 4172 جنيه، وعيار 18 سجل 3129 جنيه، وعيار 14 بيسجل 2434 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 29200 جنيه. ووضح إمبابي إن أسعار الذهب ارتفع بنحو 200 جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء. ومن الذهب نروح لسوق الحديد، فتراجعت أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأربعاء بشكل حاد، وتخطت قيمة التراجع أكثر من 1000 جنيه للطن بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء. خفضت شركة حديد عز سعر الحديد الاثنين الماضي بنحو 5360 جنيه تسليم أرض المصنع، وده بعد عدة قفزات شهدتها الأسعار خلال الشهر الماضي. ووصل السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة ل 51169 جنيه تسليم أرض المصنع بتراجع 5494 جنيه، وبيصل السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك ل 51718 جنيه للطن تسليم أرض المخزن بتراجع 5553 جنيه. ونروح للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اللي وقع رئيسها التنفيذي حسام هيبة مذكرة تفاهم مع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالنيابة عن بنك HSBC مصر لدعم التعاون المشترك ما بين الهيئة والبنك لدعم استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر. وبتوضح مذكرة التفاهم مدى التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، خاصة أنها تأتي في أعقاب الجولة الناجحة اللي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع بنك HSBC
SBC في سنغافورة والصين في عام 2023، واللي أكدت مدى تقدير المستثمرين للفرص المتاحة ليهم هنا في مصر. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية النهاردة. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.